بعد أن أكملت السعي في العمرة قام صديقي بقص بعض أطراف رأسي ولم يمر عليه كله، فما الحكم وماذا يلزمني؟ الحكم ما دام أنه قص من شعر رأسك بنية التحلل، أنت ناوي هذا، نويت وكلته أنه يقص من شعر رأسك وأخذ من عموم الرأس من جوانبه، هذا يكفي إن شاء الله. المهم النية، أنك نويت وكلته أنه يقص. نعم.